السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على كريم بنزيما، وين ضمن 3 لاعبين ندموا على الحضور الى الدور روشان السعودي. ذكرت شبكة رياضية ان هناك 3 لاعبين يشعرون بالندم على قرارهم باللعب الدور روشان السعودي، ويأتي في مقدمة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لعاب نادي الاتحاد. كاين بنزيما كان قادر، كانت عيطت له السد في ذاك الوقت، السد القطري عيط له، عبالك بلي قالوا له كاين 200 تاع دراهم وكاين شيك بيض، نعطوك الاولى شي 200 تاع دراهم وشاك بيض لبيت الدي. قال لهم انا كبير نحبس مع الكبار، انا كبير نحبس مع الكبار. قال باي باي صاي، كرة القدم ندارت في اوروبا، حبس في اوروبا ما راحش يبريكولي. كرة القدم وين دارت؟ ندارت في اوروبا، حبس في اوروبا تربح. غير كاش الهضره، هضره قليله. ايوا واحد نتاع بغيت ما تندمش، ما هوش باطل، هوت بالدراهم هذه هي. واشار التقارير الى ان دوري روشان السعودي يمر باول يعني ازمته الكبيره، حيث لا توجد حاليا اي تعاقدات كبيره، كما يعني بعض اللاعبين يعاني بعض اللاعبين من الشك في قدرتهم على التألق بالبطولة السعودية على غرار بنزيما، إضافة إلى المهاجم الأهلي البرازيلي روبرتو فيرمينيو واللاعب وسط الاتفاق الإنجليزي جوردان هندرسون. يعني وين تشوف أنت بنزيما، وين شوية بنزيما مع الاتحاد ما يدير صح، مش قضية في لاطاك، قضية عنده بروبليم في الميليو تيرا ولا ديفونس ميتا، منظومة دفاعية ميتا تاع الاتحاد السعودي. هما يعني دايرين كلش، راح وقت تحصل في لاعب واحد، نجم واحد، هذيك بكري مارادونا ولا بولي غارينشا وكلش الجماعة كانوا يقلبوها يكمصوا دي 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 ويروحوا يماركو، يتريب لي 10، يتريب لي لي بومبي، يتريب لي اجونت سيكيريتي ويروح يماركي. هي ما بقاش لعب جماعي، ما كاش لعب جماعي ما دير والو، ما بقاش صح. تريب لي واحد جوج ثلاثه مشي ترا اللي تسيبو قدامك تدين لا هاي باش هي التيم في طريق عنده الصح في طريق. وزيد النادي تاعو ما دارش تعاقدات، يعني دار تعاقدات تاع شبعه، ما عندكش لا ديفونس، ديفونس ميتة عندك، ميليو تيرا خاصة خدمة، خاصة لعابة، هذه هي اللي راهم لاعبين والأخرى كسموها والنصر يعني يدمروا. وبحسب الصحافة الإنجليزية فإن الثلاثي المذكور سد أصيب بخيبة أمل بسبب مغامرتهم حتى الآن في المسابقة السعودية، ومن أهم الأسباب وراء ذلك عدم تأقلمهم مع الأجواء السعودية وتلقيهم انتقادات جماهيرية وإعلامية كبيرة. كما تعال لي زومبل يهضروا، كما السعوديين يهضروا لونجلي يعايرك بلونجلي. كما شددت شبكة الإنجليزية على أن مستقبل الثلاثي واستمرارهم بالسعودية غير مؤكد، ومن الوارد بقوة العودة يعني عودة أحدهم أو جميعهم إلى أوروبا خلال انتقالات الشتوية الحالية، لا سيما هندرسون المطلوب بقوة من جانب أندية إنجليزية، وذلك والذي يشعر بالحزن من قلة الحضور الجماهير لناديه وابتعاده عن عائلته. وكان الدور روشان السعودي قد استقطب عدة لاعبين بالملايين دولارات، يعني ملايين دولارات منذ بداية عام 2023، وكانت أول تعاقدات مع البرتغالي كريستيانو، وتبعه بعد ذلك العديد من النجوم مثل البرازيلي نيمار والجزائري رياض محرز. وجاءت هذه التعاقدات بفضل دعم الحكومة السعودية
للأندية الرئيسية في الدور روشان من خلال صندوق الاستثمارات العامة، لكن بحسب التقارير الصحيفة السعودية فإن هذا الدعم كبير لن يستمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. بس على ذلك لازم يكون بروجي كبير. هما الأولى دعموا ربعة تاع الزيكي، دعموا ربعة تاع الزيكي، حلوا لهم البيبان، وسيكون السوق الشتوي الحالي مختلف عن الصيف الماضي والذي شهد انفاق الأندية الدور روشان السعودية أكبر يعني قدر من الأموال في الفترة الانتقالات بأكملها، وتستعتمد الأندية فقط على أموالها عند اللاعبين. صراع ثنائي على اللقب الدور روشان السعودي، وبعد مرور 19 جولة يتصدر نادي الهلال السعودي حاليا بالبطولة الدور روشان برصيد 53 نقطة بفرق 7 نقاط عن نادي النصر صاحب الوصافة، ويأتي الأهلي بالمرتبة الثالثة برصيد 43 نقطة، فيما يعاني الاتحاد حامل اللقب من تراجع في النتائج خلال الموسم الحالي ويحتل المركز السابع في جدول الترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، ويحتاج إلى تعزيز صفوفه بقوة هذا الشتاء حتى يتمكن من خوض المعركة على الأقل للحصول على مكان في الدور أبطال آسيا الموسم المقبل. يعني كرابدهم ودنبوز، ودنبوز فانيك أو دعوت بودنبوز فانيك لعب الدور، ها أبو دبوز فانيك دعوتو لعب الدور أخويا، وني حقرتو بودنبوز باش يكون على بالك، والله لا حقرو بودنبوز هما ودي ودي دار صح. بيكام باور مات يا رياضي، بيكام باور وين قال كلمة قالها بالك، قالها 2000، قالها في الألمان في الكوب دي موند اللي نظمتها الألمان 2006. أشكر هذا الجيل، هذا الأجيال، أجيال تاع قالك حنا بكري ما كناش نحترمو الرياضة، قالك كنا نتكيفو نشربو شراب يعني قبل المباراة بالذيك الليلة نشربو شراب نباتو سهرانين ولا بصح ضروك هذا الجيل راه يحترم الرياضة. هذا دار صح، هدرها كيما هكا ماشي أنا هدرها، هذا بيكام باور كاين بزاف أمور على ذيك. سيبا سيبا بس عشو كيفاش عشو كيفاش الناس يتخدم، الناس يتخدم خويا الناس يعني ولا هم رايحين على وراء بالطريق الصحيح كذبة مورا مرايحين يعني وين عشوف ومضروك على بال بلي السعودية باش يكون على بالكم السعودية، السعودية جابت 24 تظاهرة رياضية من 2025 وقلع تل 2034 تل كوب ديمون، خاطر ما غادي ينظموها كوب ديمون يعني تشوف وقت 24 تظاهرة رياضية كاش داير 24 تظاهرة رياضية يديروها لك تايا في مدة تعالكا عالسنين بالك حماك عالسنين 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 من 2025 2034 عالسنين خمسة خمسة تسع سنين تسع سنين تسع سنين شو كيفاش يعني عندهم أهداف عندهم أهداف عندهم أهداف يعني قلعوا بعدو تيجيب لك بنزيما يهود لك بنزيما بطل العالم يهود لك كريستيانو يهود لك يهود لك محرز يعني تشامبيونز ليغ يخمم لك يهود لك نيمار يهود لك تبغى ويخمم العام اللي فات راه خوك قبل كانوا يجيبوها بابي كانوا غادي يجيبوه سي محمد بوغ ما غادي يجيبوه إذا ما جابوهش ماشي لاقا الناس تخدم الله يعطيهم الصحة يعني يخدمو يبو بلادهم يصرفو في بلادهم باش يعيشو ملوك في بلادهم، صرف في بلادك باش تعيش مالك في بلادك ماشي تدي دراهم وتروح وبعد تعيش عبد شو كيفاش هذه هي أخويا كلمة هذه ضر
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجو لنا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيتكم.